بحمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه من بعده. هذه الجملة كالعادة بدأ فيها بحمد الله سبحانه وتعالى موافقة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، الذي ابتدأ بعد الفاتحة ابتداء إضافيا بالحمدلة. الحمد لله حق حمده، ولا يستطيع مخلوق أن يحمد الله سبحانه وتعالى حق حمده. وإذا أردنا أن يكون الحمد على وجه الأحقية فلا يكون صادرا إلا من الله سبحانه وتعالى لنفسه. فحمد الخلق للخالق حمد ناقص، لأنه مهما بلغ ومهما وصل لا يكافئ نعمة واحدة من نعم المولى سبحانه وتعالى. فحمد القديم للقديم هو الحمد الكامل، وهذا الحمد هو حق الحمد. وأما حمد الحادث للقديم فهو حمد ناقص. ثم سن بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل خطبة لا تشتمل على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي خطبة منزوعة البركة لا خير فيها. على محمد رسوله وعبده وعلى آله، أي آل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآل هم كل مؤمن تقي من هذه الأمة، كما ذهب إلى ذلك إمامنا الإمام النووي، لا سيما إذا كان ذلك في مقام الدعاء وفي مقام الثناء. وأصحابه، عطف الأصحاب على الآل بهذا التفسير والتحليل، هو من قبيل عطف الخاص على العام، يعني أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن الصحابي كل من رأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ورأى هنا بمعنى اجتمع، حتى يدخل الصحابي الذي لم يره بأم عينه بل اجتمع معه كعبد الله بن أم مكتوم. أما بعد، هذه كلمة يعني فيها كلام طويل ذكر الشيخ الصاوي في حاشيته على الإمام أبو البركات الدبدير، فيها تسع مباحث. إن أردت أن تعرف هذه التسع فاذهب إلى حاشية الصاوي واستحضر هذه التسع. واختلف العلماء في أول من قالها وفي إعرابها وفي متعلقها وفي معناها، كلام طويل من ضمن التسع. فاعلم هذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام، يعني كأنه يقول لك اهتم بما سأقوله لك بعد ذلك. فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم، الحريص يعني الشخص المحافظ على طلب العلم وعلى تحصيل العلم وعلى يعني قراءة هذا الباب، على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه. المظهر باسم فاعل، مظهر من أظهر، وعندنا مظهر اسم مفعول، يبقى الألف واللام اللي في اسم الفاعل ده بمعنى الذي، يبقى الذي يظهر هو يعني من نفسه صدق الرغبة فيه، يعني هو عنده رغبة صادقة حقيقية في اقتباس هذا العلم، وهذه الرغبة نابعة من نفسه، وفرط التعطش إليه،
يعني والعطش الشديد في طلب واقتباس العلم. أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة، يعني المسابقة بينك وبين أطراف أخرى، والمباهاة، يعني أن تتباهى بأنك أزهري وبأنك طالب علم، والتقدم على الأقران، يعني تقصد بطلب العلم أن تسبق وأن تتقدم وأن تتفوق على إخوانك، واستمالة وجوه الناس إليك، يعني أن يشار إليك بالبنان. إن كنت تقصد أن يشار إليك بالبنان فهذا يعني سبب هلاكك وسبب ضياعك. وجمع حطام الدنيا، يعني أنت تتعلم، إن كنت تقصد بتعلم العلم تحصيل الدولارات والجنيهات فهذا ها من المضار ومن الهلاك. فأنت ساع، يعني أنت الذي تفعل هذا وتقصد بالعلم غير وجه الله سبحانه وتعالى، أنت ساع، يعني أنت تمشي في هدم دينك، يعني أنت تسير سيرا يؤدي بك إلى ضياع دينك، إلى عدم إرضاء ربك، إلى إبعادك عن نظر الله سبحانه وتعالى، وإهلاك نفسك، لأن من فعل هذا فآخرته وخيمة وعاقبته النار وبئس القرار. وبيع أخرى آخرتك بدنياك، يعني من طلب العلم لهذه الأغراض وطلب العلم من أجل هذه النوايا أو بهذه النوايا فقد اشترى أخرى، فقد اشترى دنيا وباع أخرى. ومن أظلم ممن يفعل ذلك. وبيع آخرتك بدنياك، يبقى الدنيا اللي بعد الباء مأخوذة والآخرة متروكة، يبقى ما بعد الباء مأخوذ. فصفقتك خاسرة، الصفقة يعني هذه البيعة التي تم فيها العمل لغير المولى سبحانه وتعالى، فصفقتك خاسرة، الصفقة اللي هي البيعة، وكانوا يسمون البيعة صفقة لأنهم كانوا يصفقون ها عند تمامها، صفق ها واخبط على إيدك عند التمام، خاسرة يعني خسران ضد الفوز، ولكن هذه الخسارة هي خسارة في الآخرة، وإن كانت هذه الصفقة مما تجلب الأموال وتجلب انتباه الناس وتحصل السلطان والرفعة عند الناس، إلا أنها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة صفقة خاسرة، صفقة هالكة لا قيمة لها، لا وجود لها. وتجارتك بائرة، وتجارة بائرة هذا اقتباس قرآني، وتجارة لن تبور، لكن هذه التجارة التي ابتغي فيها غير وجه الله سبحانه وتعالى هي تجارة بائرة، هي تجارة لا خير فيها، هي تجارة لا ثمرة لها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومعلمك الذي يعرف منك أنك تقصد بطلب العلم الدنيا معين لك على عصيانك، لأنه يساعدك على معصية الله وعلى إهلاك دينك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشريك لك في خسرانك، يعني هو يعينك على المعصية ويشاركك
في أنه خاسر مثلك، لأنه أعانك وأعطاك السيف الذي تقتل به نفسك وتغرق به دمك، وشريك لك في خسرانك. وهو يعني هذا الأستاذ الذي يعلم هذا الشخص كبائع سيف من قاطع طريق، يعني مثل الشخص الذي يبيع السلاح للذين يخرجون على القانون ويخرجون على الناس ويقتلون الصغير والكبير، وهو كبائع سيف من قاطع طريق. ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. يعني الإمام أبو حامد الغزالي تشعر أنه يتكلم في التصوف والأدب والسلوك والأخلاق، لا ينفك ذلك عن يعني ملامحه الفقهية وعقليته التي نشأت على دراسة الفقه وقواعده. ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة، ولو بنصف كلمة، ولو بأقل القليل، كان شريكا فيها. يبقى المعصية إما أن تكون بالمباشرة وإما أن تكون بالتسبب، فالمباشر عاص لله سبحانه وتعالى، والمتسبب كذلك عاص لله سبحانه وتعالى. وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله تعالى من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية، يعني وأنت بتطلب العلم لتكن نيتك الهداية، لتكن نيتك رضا المولى سبحانه وتعالى، لتكن نيتك أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليك بنظر الرحمة والرأفة دون مجرد الرواية، يعني دون مجرد أن أنت تأخذ الإجازة. في ناس، وهذا استشرى في طلاب العلم، أهم حاجة عنده أنه هو يأخذ الورقة، أهم حاجة الورقة. طب قبل الورقة بحثت في نيتك؟ سألت عن قصدك؟ ها؟ ولا أنت المهم عندك أنك أنت تنشئ سي في محترم، سي في يعني سيرة ذاتية، تنشئ سيرة ذاتية جيدة علشان لما تروح ماليزيا ولا لما تروح أندونيسيا ولا تايلاند فطاني تطلع لهم السي في على طول، يقوم عينينك يا إما مدرس في الجامعة ولا إمام مسجد بالدولار الأخضر. قضية مش كده، قضية إن إحنا ينبغي في كل سير نسير أن نسأل أنفسنا قبل السير، لما هذا السير؟ هل هو لوجه الله سبحانه وتعالى؟ هل النية رضا المولى سبحانه وتعالى أم لا؟ هل الهداية ولا الرواية؟ لا الهداية. يبقى لابد إن إحنا كل ما نخرج أو قبل ما نخرج نهيئ أنفسنا لهذه النية. فأبشر يعني لك البشرى. البشرى بإيه؟ ده فتح البشرى، البشرى بالنعيم وبالرضا وبالسعادة وبالقبول وبحسن العمل وبحسن الخاتمة. فأبشر. طب فين المتعلق؟ لا، حذف المتعلق حتى يدل على العموم. فإن الملائكة تبسط أجنحتها إذا مشيت. البسط هنا إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. الحقيقة بسط يعني وأنت تمشي الملائكة تفعل بأجنحتها هكذا، هذا هو بسط الجناح. فما معنى هذا؟ هذا له توابع
بسط الجناح ده معناه أنها يعني معونة من المولى سبحانه وتعالى لك على السير، ومعونة لك من المولى سبحانه وتعالى لك على التوفيق ورعاية وحماية ومحافظة. وإما أن يكون المراد من البسط هو الرعاية والحماية إلى آخره، ولكن المعنى الحقيقي هيقول بنا إلى المعنى المجازي. يعني المعنى الحقيقي وله توابع، والتوابع هو المعنى المجازي. تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر، يعني والحيتان الذي في البحر. يبقى هنا الإضافة على معنى إيه؟ ها؟ الإضافة هنا غرفية، الحيتان التي في البحر. هو في حيتان أصلاً مش في البحر؟ لا، ما قلنا لك المعنى للإضافة هنا للظرفية. تستغفر لك إذا سعيت. وشوف بقى السبك اللغوي، مشيت، ها، مشيت وسعيت. قوة في الخطاب وقوة في صياغة الكلام. وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. الملائكة تحفظك وترعاك وأنت في طريقك لطلب العلم. والحيتان، وأعتقد أن الحيتان هنا المقصود بها كل ما يعيش في البحر من الأسماك ومن المخلوقات، مهيئة أن تدعو لطالب العلم بالمغفرة. تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. هو في أحسن من كده؟ انت قاعد في مجلس علم اهو، الحمد لله، يعني التكييف يقوم بدوره في انعاش المكان، المكان الحمد لله مهيأ، الملائكة فوق رؤوسك، والحيتان والأسماك الجنباني نفسه الواد اهو في الجنة ان شاء الله، الواد اللي كبر ده هتشوفه في الجنة، الجنباني نفسه بيدعي لك ويستغفر لك. في واحد بقى زي طالب العلم اللي بيقول لك الله اكبر، ده هو مش نفسه ان الجمبري يستغفر له، هو نفسه ان الجمبري يبقى في فمي. ايه ده يا ولد؟ ايه ده؟ ان شاء الله هتشوف الدنيا والاخره والله. قول يا رب ان شاء الله، بس تاكل الجمبري اللي هو الكبير الجنب ده، بلاش حاجه صغننه، اطلب من شيخك وهو يجيب لك على طول، يرغب بك، بس مش انا. ولكن ينبغي لك ان تعلم قبل كل شيء ان الهدايه التي هي ثمره العلم، الهدايه ثمره العلم، كان الهدايه ديت يعني العلم ده شجره، و الهداية ثمرة من ثمرات العلم. ولكن ينبغي لك، يعني ينبغي بمعنى أنه يندب لك، لا بد منه، ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية، لها بداية ولها نهاية، وظاهر وباطن كذلك، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها. فلسفة، تقرأ كلامه كده سبحان الله تحس فيه بالفقه، تحس فيه بالبلاغة، تحس فيه بالفلسفة، البداية والنهاية، إحكام البدايات يؤدي إلى إتقان النهايات. هو منين جاب الكلام ده؟ خبرات حياتية. ده فيلسوف كبير عظيم من عظماء فلاسفة الإسلام. إحكام البدايات يؤدي إلى إتقان النهايات. من كانت بداياته قوية ويعني مشرقة وعلى قاعدة ستكون خاتمته كذلك. ومن كانت بدايته خرقاء عوجاء صماء بكماء كانت نهايته كذلك.
فلا نهاية إلا بعد إحكام البداية، لابد، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، يعني لن تصل مطلقا إلا بعد أن تكون محكما ومتقنا للبدايات، ولا عثور على باطنها. شو بقى كلمة عثور دي؟ تعطيك إن الباطن ده عبارة عن جوهرة من الجواهر، جوهرة العلم الباطن ده، إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وقفت على الظاهر وأحكمته وأتقنته، ستصل بعد ذلك إلى الباطن. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية. ده أول الطريق إلى الله، كأن هذا الكتاب موضوع لأول الطريق إلى الله، لتجرب فيها نفسك، امتحن نفسك. البداية ديت يعني فيها عبارة عن أحكام بسيطة، ابدأ بيها، تعلمها، طبقها، امشي وراءها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون لك بعد ذلك في النهايات مجالات كبيرة، لتجرب فيها نفسك، تمتحن نفسك، وتمتحن بها قلبك. يعني ده من قبيل ذكر الخاص بعد العام، ذكر الأهم بعد المهم، لأن القلب هو الأهم. ألا وإن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. بس كده، هو ده المعني. فإن صادفت قلبك إليها مائلا، يعني إلى بداية الهداية، هو أن الهداية التي هي ثمر لها بداية ونهاية، نتكلم كل ده على بداية الهداية، ونفسك بها مطاوعة ممتثلة منقادة ولها قابلة ساكنة. الرضا والقبول عبارة عن سكون النفس، سكون القلب، وعدم اعتراضه واضطرابه. فدونك خذ، والتطلع إلى النهايات، يعني بيقول له لا تتسرع في طلب النهايات قبل إحكام البدايات. وده اللي بيحصل في طالب العلم، بيجي ندرسته مثلا الورقات، يقعد يحضر معانا شوية، وبعد ما يحضر يمال، يقول هو أنا إمتى هقرأ جمع الجوامع؟ طب مش قبل ما تتقن البدايات؟ طب ما تتقن الأول الكتاب اللي أنت فيه، وامتحن نفسك، وجرب. فدونك والتطلع إلى النهايات، والتغلغل إلى بحار العلوم والمكاشفات، يعني توقف حتى تتقن البدايات. وإن صرفت قلبك عند مؤاخذتك إياها بها مسوفا، وبالعمل بمقتضاها مماطلا. انت تعلمت بداية الهداية وما فيها من احكام، ولكن لسه نفسك لا تريد التطبيق الوقتي. فبكرة ان شاء الله نبدأ ان شاء الله، لما يجي شهر رمضان نبدأ ان شاء الله ونتوكل على الله. يبقى انت كده مماطل في التطبيق ومسوف في تطبيق بداية الهداية. فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء. إذا وجدت من نفسك هذا، وأن نفسك وقلبك مسوف ومماطل في العمل بمقتضى هذه البداية التي ذكرتها لك، فاعلم ده بقى ايه، ده زيادة في الاهتمام،
أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، يبقى هتهلكك، يبقى توقف عند ذلك. وقد انتهت مطيعة للشيطان اللعين، لأن إذا كان الأمر كذلك فالنفس في هذه الحالة مطيعة للشيطان، وهي النفس الأمارة بالسوء. ليدليك يعني ليوصلك، ليدليك بحبل غروره. يعني الشيطان يفعل هذا، هذا الشيطان اللعين، حتى تغتر وتنخدع بألاعيبه وبحيله لعنه الله، فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، كأنه يحفر لك فحرة، كأنه يختلس منك خلسة، كأنه يدبر لك مكيدة فيستدركك. طب ما أنت طالب علم، يقول لك كده، طب ما أنت طالب علم والحمد لله تحسن من غيرك، غيرك أصلا بعيد خالص عن طلب العلم، فيجعلك بهذا المنطق تسير على هذا الطريق الأعوج، وينتهي بك المقام إلى الخسران، وينتهي بك الحال إلى الخسران. دائما عندما يعقد لك نفسك مقارنة ويعقد لك شيطانك مقارنة بينك وبين غيرك، لا تقبل هذه المقارنة، لأنه إنما أراد أن يبرر لك تقصيرك. طب ما في غيرك ما بيعملش حاجة، ما في غيرك هالك في المعاصي ليل نهار، ما في غيرك آكل للحرام، ما في غيرك قاطع للطريق، ما فيه وما فيه وما فيه، ده انت أحسن حال من غيرك يا أخي، احمد ربنا على اللي انت فيه. لا، احمد ربنا على اللي انت فيه، واطلب أن تزيد وأن تطهر نفسك وأن تسلك الطريق الأحق، لا تكن مقصرا. فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير. بيلبس عليك أمورك، يضع لك السم في العسل، هذا هو دأب الشيطان، يجعل لك السم في العسل. عندما تأكل السم، تأكل العسل الذي به السم الذي لا تعلمه، تموت. الشيطان يفعل معك ويفعل معك كما ذكرت لك هذا المثال، يبرر لك تقصيرك، ويبرر لك يعني قلة عملك الصالح وبعدك عن الكمال. وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير، حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي ده أنت، يقول لك يا أخي ده أنت طالب علم زي الفل، تعال كده وريني كده، ها فلان الفلاني ده بيعمل إيه؟ ولا بيعمل أي حاجة. أما أنت بتحضر مجالس علم، أنت الحمد لله بتروح تقرأ المقرر وبتروح تذاكر. طب أين حسابك لنفسك؟ أين سؤالك عن قلبك وعن قصدك وعن نيتك؟ أين سؤالك عن علاقتك مع الله؟ وهل هي علاقة منتجة ومثمرة، أم أنها علاقة يعني ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبلها العذاب؟ وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء. فإن الملائكة لا تضع أجنحتها، وكأن الشيطان اللعين ده راوي من رواة الحديث،
لعين، وكأنه المكتبة الشاملة أو الموسوعة ما هوش طلب. ها كل أدلة وكل ها يعني أحاديث فضل العلم وآيات فضل العلم يتلوها عليك وأنت بنيتك هذه النية التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار. ما بقول لك هو عامل زي المكتبة الشاملة مع كل السنة، بس برضك بيدلس عليك، برضك بيخدعك. ولذلك احنا لماذا يعني اتخذنا شيخا في الطريق؟ ها الشيخ في الطريق بقى ينبهك على مثل هذه السقطات، ها ينبهك على مثل هذه الأكاذيب والإشاعات المروجة من الشيطان إليك. هو ده بقى فائدة الشيخ، هنا يبصرك بالطريق، يبصرك بألعاب الشيطان، ها يوضح لك عيوبك النفسية ويصحح طريقك مع الله. يبقى هو يعني مش عايزين نقول مرشد، هو يعني مدل على الطريق، هو منبه على وصولك إلى رب العالمين، مظهر لك آفات الطريق. فإزاي إنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون له شيخ؟ حد يقدر يعمل كده يعني؟ خلاص، إذا كنت شيخا لنفسك تسلط عليك الشيطان، وكان الشيطان شيخا خفيا لك وأنت لا تدري. ما هو اللي مالوش شيخ يبقى مين شيخه؟ الشيطان والعياذ بالله. فيجي واحد يقول لك ما أصل أنت كده بتتخذ بقى المشايخ وسيلة بينك وبين الله. أنا ما قلتلكش اتخذنا المشايخ وسيلة، المشايخ ديت حاجة لابد منها في الطريق حتى تنبهني على آفات الطريق، لكن مش هي واسطة بيني وبين الله، بمعنى أن العمل لا يرفع ولا يقبل إلا إذا كان الشيخ موجود. طب وهقول لك بقى حاجة، حتى لو قلنا كده، لأن بدون الشيخ سيكون عملك منقوصا، لأن مش هو اللي بيعلم، مش هو اللي بيوضح الطريق، مش هو اللي بيقول لي العمل دوت يعني صافي والعمل دوت مضبوط، ولا العمل دوت به شائبة، به يعني غرض للنفس، به كذا كذا إلى آخره. حتى لو قلنا كده، ولكن انتبه لهؤلاء الوهابية المدلسين، لأنهم يعرضون عليك الكلام ولا يوضحون حقائق هذا الكلام ولا يضبطون المصطلحات، فأنت تتكلم في جانب وهم بيتكلموا في جانب تاني. فعندما تتكلم معه وتناقش هذه الفئة الضالة المنحرفة عن شريعة الله وعن طريق السلف الصالح، ينبغي عليك أن تحدد المفاهيم وأن تشرح المصطلحات حتى لا يخدعك أحد منهم بشيء، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر بقى، الشيطان ده ذكي، شيطان يريك جانبا ويجعلك تغفل عن جانب آخر، يأتي إليك بالأحاديث التي والآثار التي فيها فضل العلم وفضل طلب العلم وفضل العلماء، وينسيك الأحاديث المحذرة من توجه هذا العلم لغير الله سبحانه وتعالى، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فهو خطير، إياك ومداخله. طبعا كل واحد يقعد مع نفسه كده ويناقش شيطانه،
يقول له انت عملت فيا ايه الفتره اللي فاتت؟ هيبص يلاقيه بالظبط كوبي بيست من اللي قاله امامنا الامام ابو حامد الغزالي. يجيب لك الايات والاحاديث والمبررات التي تؤكد لك على صحه طريقك، ويلهيك وينسيك ان تنظر في عقبات وفي افات الطريق. ثم توريني الصوره كامله، ائتني بكل ما لديك. لا، من ازداد علما ولم يزدد هدى، هدى يعني ان يكون على طريق الله مخلصا بعمله للمولى سبحانه وتعالى، لم يزدد من الله الا بعدا. نعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع، وهذا هو العلم الذي لا ينفع، هو العلم الذي يبعدك عن المولى سبحانه وتعالى. ينبغي ان يكون العلم طريقا للوصول الى رب العباد سبحانه وتعالى، فاذا لم يكن مقربا لك من الله، ولم يكن يعني فيه زياده في العلاقه التي بينك وبين الله، فاعلم ان هذا العلم علم لا ينفع. وعن قوله صلى الله عليه واله وسلم: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه. عالم يعني ده فقيه، ده مجتهد، ده كذا كذا، الا انه لم ينتفع بعلمه، الا انه لم يزدد من الله سبحانه وتعالى بعلمه قربا. وعن قول صلى الله عليه واله وسلم: مررت ليله اسري بي الى السماء باقوام تقرض شفاههم بمقاليض من نار، فقلت: من انتم؟ ده بيقطعه مقاليض، ده بمقصات كده، المقراض المقص، عارفين المقراض المقص اللي احنا بنقول عليه هنا كده في مصر المقص، المقص، والمقص بيقص السنته. يا لطيف يا رب، ايه ده؟ اللهم سلم سلم. مررت باقوام تقرض شفاههم، ده الشفاه كمان مش الالسنه، بمقاريض من نار، يعني يعني مقصات، هذه المقصات من نار، كتل نار. فقلت: من انتم؟ سالهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من انتم؟ بمعنى ماذا صنعتم حتى يحصل لكم هذا؟ مش من انتم يعني انتم يعني من ماليزيا ولا اندونيسيا ولا من تايلاند؟ لا، ما بيسالهمش عن، يعني بيسالهم عن سبب ما يحدث لهم. ما الذي صنعتموه في حياتكم حتى يفعل الله، حتى يفعل الله سبحانه وتعالى بكم هذا؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتي. نأمر الناس ان هم يصلوا الصلاة الخمس، ما نصليهاش. كنا نأمر الناس بان هم ما ياكلوش الحرام وناكله. كنا نأمر الناس بغض البصر وما نغضش. كنا نأمر الناس بان هم يخلصوا لله سبحانه وتعالى ونحن لم نخلص. يقولون ما لا يفعلون، يحنثون بوعودهم وعهودهم وقراراتهم، وننهى عن الشر ونأتيه. إياك أن تنظر إلى هذه الفتاة الجميلة وبعد ما أخونا يمشي وينصحه وينظر إليه أو ينظر إلى غيره. فإياك، يعني حذاري، لا تفعل. يا مسكين، يعني يا أيها العبد المسكين. المسكين يعني الذي هو عبر بالمسكين هنا ليه؟ يعني كأنه عايز يقول: أيها العبد الضعيف الذي لا تتفطن تفطنا كاملا لحلل الشيطان، إياك أن تذعن لتزويره.
إياك أن تزعن لتزويري. يدخل عليك بالدين، يدخل عليك بالإسلام ويقول لك أنا الإسلام، ومن وراء ما يكونش هو الإسلام وإنما اتخذ الإسلام مطية للوصول إلى أغراضه. إياك أن تنخدع بهذا. وسبحان الله، كأن الإمام أبو حامد الغزالي كان في الديار المصرية في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، إيه ده؟ فإياك أيها المسكين أن تذعن لتزويره وتتدلى بحبل غروره. كلام جميل، تتدلى يعني كأنه هو جعل الغرور كده له حبل، والإنسان المسكين الذي يذعن لتزوير الشيطان سيأخذ هذا الحبل ويصل به إلى مراد الشيطان. فحضر إمامنا الغزالي حجة الإسلام من هذا. فويل للجاهل، ويل يعني عبارة شديدة تدل على يعني الردع والزجر. فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة. يعني الجاهل عندما يحاسب سيحاسب مرة واحدة على تقصيره، على جهله، حسابا واحدا سيسأل مرة واحدة عن جهله. وويل للعالم، العالم بقى ويل له يعني من الآن إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كلما تعلم مسألة ولم يعلم بها فويل له. تعالى اتعلمت كام؟ والله أنا اتعلمت 1,200,000 فرع فقهي، عملت بقى كم فرع؟ ولا حاجة. يبقى لك 1,200,000 فرع من الويل. أما الجاهل فهي حاجة واحدة بس، سيعاقب على كلي، وأما العالم سيعاقب على جزئيات. ده كل واحد وده جزئيات متعددة، كل مسألة لوحدها. مش اتعلمت إن غض البصر واجب؟ ها؟ ما غضتش ليه؟ مش اتعلمت إنه ينبغي لك أن تصلي الصلاة في أوقاتها؟ ما صليتش ليه؟ مش اتعلمت ألا تكذب وألا يعني تنافق وألا تخدع شعبك ووطنك وإخوانك؟ ما عملتش ليه؟ ها؟ مفيش. هيتحاسب على كل ده. واعلم رحمك الله، جملة دعائية، واعلم اللهم اكتب له الرحمة، ربنا يرحمك. أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال، ثلاث مقامات. رجل يعني يقصد به، أو امرأة، ولكن عبر بالرجل لكون الرجال أشرف عندنا من النساء. الفقه القديم بيقول كده. طيب، طلب العلم ليدخره زادا إلى الميعاد، يعني ليجعله زاده وحمولته ليوم القيامة رصيد. يدخر يعني إيه؟ يعني يعمل رصيد زي الرصيد الذي يوضع في البنوك. يجي واحد يقول لك هو مش البنوك دي بقى فيها أقوال؟ ده احنا بنضرب مثال بس لتبسيط المسألة. ولم يقصد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فهذا من الفائزين. فاز بإيه؟ يفوز برضا الله، يفوز بالجنة، يفوز بالنعيم. يبقى هو حذف المتعلق حتى يكون عاما في كل حاجة بقى. فائز في الدنيا، وفائز في الآخرة، وفائز بالجنة، وفائز برضا الله، وفائز بالحور العين، وفائز بالقبول، وفائز بأنه يشرب شربة هنيئة من يد الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى. ورجل وكذلك أو امرأة طلبه، يعني طلب العلم ليستعين به على حياته العاجلة. يبقى طلب العلم من أجل أن هو يحصل على الدكتوراه، وبعد ما يحصل على الدكتوراه
يرتفع راتبه، ها، ويجيب عربية ويشتري شقة ويبقى إن شاء الله من الناس المرموق ويطلع في الفضائيات ويبقى واحد من وجهاء القوم على حياته العاجلة. والله يا ابن اللي ماشي اليومين دول ايه؟ والله اللي ماشي اليومين دول ان الواحد يحفظ القرآن وياخد له اجازة من 10 وكل ختمة بيختمها معاه واحد وياخد اجازة بيدفع فيها 2000-3000 جنيه. يعني هذا انما فعل هذا من اجل غرض من الدنيا، من اجل المطعم والمشرب. وينال به العز، القوة، في زمان كان العز فيه لأصحاب العلم. والجاه يبقى من وجهاء القوم، اللي كان عندهم عالم كان يبقى من وجهاء القوم. أما الآن عندنا المطرب من وجهاء القوم، الممثل من وجهاء القوم، لعيب الكرة من وجهاء القوم، العالم لا، ده من الزمن القديم الله يرحمه، احنا مش في زمن العلم. وينال به، وينال به ليستعين وينال، ما ينال دي معطوفة على يستعين، ليستعين ولينال به العزة والجاه والمال. عايز العلم علشان يقبض بالدولار، الدولار الأمريكي مش الكندي اللي هو ب6.80 قرش، مش الجنيه، الجنيه طبعا يعني مسكين. الجنيه ده اللي هو قال عليه الإمام الغزالي أن تزعل لتزويره، هو ده اللي مخاطب، ده المسكين، ربنا يقومه إن شاء الله من كبوته. آمين. ادعوا له. آمين. وإن شاء الله في ليلة القدر أدعو للجنيه المصري، ربنا ينعشه ويطلعه من غرفة الإنعاش إلى الرحمة والعفو. وهو عالم بذلك، يعني هو عالم أنه يطلب العلم من أجل تحصيل هذه الأغراض الدنيوية، مستشعر في قلبه، حاسس جواه ركاكة حاله، أنا عارف إن أنا بطال، أنا مش راضي عن نفسي، بيقول كده يعني. وخسة مقصده، يعني مقصدي ده دنيء، كان ينبغي إن أنا أطلب العلم لي يعني رضا ربي سبحانه وتعالى، لا لتحصيل المال في الدنيا. فهذا من المخاطرين. مخاطرين ده ايه؟ ها؟ اسم فاعل مخاطر، واسم المفعول مخاطر. فإن عاجله أجله قبل التوبة. الإنسان اللي طلب العلم بهذا القصد وبهذه الطريقة إذا مات قبل أن يتوب ربنا سبحانه وتعالى عليه، وقبل أن يتوب هو، خيف عليه سوء الخاتمة. يعني إن جات له المنية وجاءه ملك الموت يخاف عليه سوء الخاتمة. قل لا إله إلا الله، يقول مثلا الدرهم حبيب الله. قل يا ابن سيدنا محمد رسول الله، يقول لا والله خلي بالكم من الرصيد اللي في البنك، خلي بالكم الشهادات، خلي بالكم الأسهم والسندات، خلي بالكم السيارة والشقة والعقارات. يا ابن انطق لا إله إلا الله، يقول لك الدولار هو الله. ما هو ده سوء خاتمة. ده كان حافظ المنهاج في الدنيا، وكان حافظ جمع الجوامع، وكان فقير، ولكن بما فعل بفقه وما فعل له علمه، غير أنه أبعده عن الله وأدخله في خطر المشيئة، وبقي أمره في خطر المشيئة. إن شاء عفى ربنا سبحانه وتعالى عنه، وإن شاء عاقبه. يبقى اسمه خطر الإيه؟ المشيئة، أنه معرض للعذاب وإن وفق. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل طالب علم بهذه النية إلى التوبة وإلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا من داخل نفسي أعتقد أن طالب العلم إن دخل بهذه النية
فإن الله سبحانه وتعالى جرت عادته ولطفه ورفقه بعباده أن يوفقه إلى التوبة قبل مماته، وأن يوفق للتوبة. وفق يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه إرادة التوبة والتنفيذ. التوبة اللي هي إيه؟ لها شروط ثلاثة: الندم على ما فعل، والعزم والإقلاع. لذلك فيما بينك وبين الله قبل حلول الأجل، إن وفق للتوبة قبل حلول الأجل يعني قبل أن يصل إليه ملك الموت. وأضاف إلى العلم العمل، يعني عمل بما علم، أدي واحد. وتدارك ما فرط منه من الخلل، يعني وتدارك هذه الأمور التي قصر فيها في حياته. وجه نيته إلى الله، وجه سعي المولاه، التحق بالفائزين. يعني لو كان لم يكن من الفائزين فعملنا له إعادة امتحان، ذاكر ورجع وبعد ذلك التحق بالفائزين. يعني كان من حزب الله الفائزين الذين أنعم الله عليهم برضاه في الدنيا والآخرة. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله، شوف الله، عبارة عن قواعد، يعني نقدر نقول قواعد في علم السلوك والأخلاق. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب توبة نصوحة، بمعنى أنه ندم على الذنب، بمعنى أنه أقلع، بمعنى أنه عزم بقلبه على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، كمن لا ذنب له. وهذا كأنه مقتضب ومقتبس من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة تجب ما قبلها. تجب يعني إيه؟ يعني تقطع وتستأصل كل ما كان قبلها من الذنوب. هذه التوبة الصادقة، التوبة النصوح. ورجل ثالث، ده بقى القسم والمقام والحال الثالث، استحوذ عليه الشيطان. يعني الشيطان أحكم سيطرته على هذا الشخص، فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال. ذريعة يعني وسيلة، ها، يعني ما بيقولش ولا يعلم إلا لما يعطي المال. يبقى العلم ده وسيلة حتى يصبح ملياردير. والتفاخر بالجاه، العلم وسيلة يعني حتى يحصل به جاها يفتخر به. والتعزز بكثرة الأتباع، هي دي. يبقى هو اتخذ العلم وسيلة حتى يكون له أتباع كثيرون، حتى يكون له أتباع كثيرون. ده أنا ليا أنصاري، ها، يعملوا إيه؟ هيولعوا الدنيا. أهو، أوعى يكون لما توصل وتبقى شيخ يعني تقصد من الأتباع أن تستقوي بهم. تستقوي بهم على إيه؟ ها؟ تستقوي بهم على شؤونك. والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل. يعني بسم الله ما شاء الله لديه من الفتاوى الجاهزة المطبوخة لكل موقف. في بعض الناس كده، في بعض الناس انتماءاتهم الحزبية جعلتهم يحيدون عن الطريق الصحيح، يحيدون عن ثوابت الأمة، يحيدون عن ثوابت الشرع الشريف.
ولكن ماذا صنع له علمه؟ رجاء أن يقضي من الدنيا وطرا، يعني فعل هذا حتى يحصل حاجته من الدنيا، أراد من العلم أو أراد بالعلم أن يحصل ما يريده من هذه الحياة من العزة بالمال والقوة والسلطان والجاه وكثرة النفوذ والأتباع، وهو مع ذلك يدمر في نفسه أنه عند الله بمكان، وهنا الخطورة، وهنا مكمن الشر، وهنا موطن الفساد، أنه مع هذا يعتقد أنه قريب من الله. يا نهار أبيض، ما هو ده الضلال؟ الضلال إن الإنسان يبقى على طريق الخطأ ويعتقد هو من نفسه أن خطأه هو الحق، يبقى هو ده الضلال. لاتسامه بسمة العلماء، طب مش أنا من العلماء ولابس العلم وأنا في المجمع الفلاني وهيئة مش عارف إيه الفلانية، يبقى أنا من العلماء. وتبسمه برسومهم، ده أنا متصف بصفتهم ومرتسم برسمهم في الزي، العمامة الأزارية والمنطق، بيتكلم بمنطق، بيتكلم بالقواعد، لكن قواعده في النهاية بتبيد العباد وتوقع الأمم بالشرر والفتن، أهراقت من الدماء ما أهراقت. أهو هو الإمام محمد ده كان معنا، مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، مع إنه إنسان متكالب على الدنيا، يعني يتمسك بالدنيا تمسكا شديدا في الظاهر وفي الباطن، قلب معلق بالدنيا وبحطامها وجاهها ونفوذها ومالها، فهذا من الهالكين، من الهالكين، لأنه سيكون مصيره يوم القيامة النار وبذلك هلك. ومن الحمقى المغرورين، يعني المنخدعين بما هم عليه من حال العلماء، وهو غافل عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. يعني سيدنا رسول الله قال لهم: أخلي بالكم، أنا ما أخافش عليكم من الدجال قد ما أخاف عليكم من علماء السوء. يا الله، ده حاجة خطيرة. على الأقل الدجال يعني شرره ظاهر وخطأه جلي، وأما العالم السوء خطر خفي، لأنه يدخل لك بزي العلماء ومنطق الفقهاء فيلبس عليك الأمر، فكيف تعرف الحق من الباطل؟ فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: علماء السوء. يا لطيف، من هم علماء السوء؟ الذين استحوذ عليهم الشيطان فاتخذوا العلم ذريعة إلى التكاثر بالمال، إلى آخر ما ذكره إمامنا الإمام الغزالي. وهذا يعني لماذا كان يعني هؤلاء وعلماء السوء، يعني لماذا كان علماء السوء يعني أكثر خطرا وشررا من الدجال؟ لأن الدجال غايته الإضلال، الدجال مقصده منك
ان هو يضلك، ان هو يجعلك تكفر بالله سبحانه وتعالى وتعترف بإلهيته هو. ومثل هذا العالم انصرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله. العالم ده الذي صرف الناس عن الدنيا بلسانه وبمقاله، كلامه جميل ورائع، كلامه يهدي إلى الحق وفعله يهدي إلى الباطل. فلسانه يدلك على طريق الله وفعله يدلك على طريق الشيطان، ولا شك أن التأثر بالفعل أعلى من التأثر بالقول. يعني في غريب، انفعالك واختلاطك مع الفعل أقوى من اختلاطك مع القول. تأسيك بالفعل أعلى من تأسيك بالقول. فلسانه لسان الحق، وحاله وفعله فعل الباطل. فأنت بطبيعتك البشرية تتبع فعله ولا تنتبه لقوله، فمن هنا كان خطره. فهو داع إليها، يعني إلى الباطل وإلى الدنيا، بأعماله وأحواله. وعطف الأحوال على الأعمال أعتقد أنه يعني من قبيل عطف التفسير. ولسان الحال أنطق من لسان المقال. في شيء كده يعني كوني غريب جدا، إن تفاعلك مع الأفعال أقوى بتأثيرا من تفاعلك مع الأقوال. تفاعلك مع الأفعال والأحوال أقوى من تفاعلك وتعاملك مع الأقوال. وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال كما قلت لكم. فما أفسده هذا المغرور المنخدع بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله. يعني فعله فيه تشبث وتمسك وتكالب على الدنيا، وقوله فيه نهي عن ذلك. فيدعو الناس بفعله إلى التمسك بالدنيا وينهاهم بلسانه عن التمسك بها. فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا بعد استجراء العلماء. طب ما واحد شايف العلماء، يرى العلماء مقبلين على الدنيا منهمكين فيها، ماذا يفعل العامي؟ إذا كان العالم مقبلا هذا الإقبال على الدنيا فما بالك بالجاهل؟ والجاهل لا يقبل على الدنيا إلا بعد أن يستجرئ العالم على الإقبال عليها. ويكون إقدام العالم فيه تبرير لإقدام الجاهل. قال: فقد صار علمه سببا لجراءة العباد على معاصيه، أي على معاصي الله. ونفسه الجاهلة مذلة، يعني تذل وتوصله مع ذلك تيمنه وترجيه، تمنيه، لا تمنيه وترجيه. ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجيه، يعني نفسه تمنيه وترجيه بأنه على خير وبأنه جيد وبأنه جميل مع الله وبأنه من أهل الجنة وإلى آخره، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه. أخي الحمد لله ده احنا بنعلم عباد الله، يقول لنفسه كده، ده احنا كل يومنا لله، كل يومنا للناس، هنجيب منين؟ إيه ده أنت بتمن على الله الذي علمك وأعطاك؟ أنت تقول لربك أنا أفعل وأفعل وأفعل
أنت تعدد يعني ما تقوم به وتصنعه لخلق الله، تعدده وتذكره أمام الله سبحانه وتعالى، هذا من المن الذي نهي عنه الإنسان. وتخيل إليه نفسه الأمارة أنه خير من كثير من عباده. يا أخي ده احنا ليل نهار بنعلم الناس، وريني بقى فلان الفلاني ده بيعمل ايه؟ ولا حاجة. هكذا تقول له نفسه. فكن أيها الطالب، يعني أيها الطالب للعلم، كن من الفريق الأول، يعني حاول أن تهيئ نفسك وجاهد نفسك أن تكون من الطائفة التي اتخذت العلم طريقا لرضا ربها، واحذر أن تكون من الفريق الثاني. الفريق الثاني أقل خطرا من الفريق الثالث، لأنه متعلم ولكن عارف أنه هو غلطان، عارف أنه هو غير محسن. فكم من مسوف في الفريق الثاني، يعني عاجله الأجل قبل التوبة فخسر، يعني الذي تعلم العلم لغير الله مع أنه عالم بذلك لم يوفق إلى التوبة، وحصل أن كثيرا من هؤلاء باتوا قبل أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم، فلحقهم الخسران في الدنيا والآخرة. وإياك احذر، ثم إياك احذر أن تكون من الفريق الثالث الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن عملا، فتهلك هلاكا لا يرجع معه فلاحك. وده خطر، يعني الإنسان يبقى متعلم لغير الله ويظن في نفسه ويعتقد أنه متعلم لله، هذا توبته ورجوعه إلى الله بعيدة جدا، لأن هو ده الجاهل جهل مركب. فإياك، ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك، أي فيتفرع على كونك من الفريق الثالث هلاكك هلاكا لا يرجى معه الفلاح، لا يرجى معه العودة والرجوع إلى الله، لا يرجى معه أن تكون من الفائزين، ولا ينتظر صلاحك. خلاص ده ضاع، ده تمكن من الضلالة وتمكنت الضلالة منه وتمكن منها، أي صلاح وأي فلاح بعد ذلك؟ فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب نفسي فيها؟ طيب أنا عرفت درجات ومقامات طلب العلم وطالب العلم، فما هي بقى الهداية التي يعني أجرب نفسي في أمتحن وأدرب نفسي في هذه البداية؟ قال فاعلم أن بدايتها ظاهر التقوى. بداية الهداية أن تتصف بالتقوى الظاهرة، وسيأتي تعريف التقوى بعد ذلك. ونهاية التقوى، ونهايتها أي نهاية التقوى، باطن التقوى. نهاية الهداية باطن التقوى، بداية الهداية ظاهر التقوى. فلا عاقبة إلا للتقوى، يعني لا عاقبة حسنة ولا عاقبة مدوحة إلا للتقوى وللمتقين، ولا هدى إلا للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والتقوى التي ذكرنا شأنها قبل ذلك عبارة عن امتثال أوامر الله، يعني الأوامر التي على سبيل الإجابة، واجتناب نواهي، أي النواهي التي على سبيل التحريم. فهما قسمان، وأنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا.
هيشير عليك بجمل من علم التقوى الظاهر ومن علم التقوى الباطن. ده كان بحر سيدنا الإمام أبو حامد، ده بحر لا تكدره ابتلاء. القسم الأول في الطاعات، اعلم كما ذكرنا أن قوله اعلم ها فيه إشارة إلى الاهتمام، أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل. يبقى التقوى بقى المعنى الأوسع، وهو فعل الطاعات سواء كانت على وجه الفرائض والنوافل، واجتناب المنهيات سواء كانت على وجه التحريم والكراهة وخلاف الأولى. فالفرض رأس المال، الفرض هو رأس المال، هو المكون، هو مكون التجارة. إيه مكون أي تجارة؟ رأس المال. يبقى رأس المال ده عندنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هي الفرائض، رأس المال هي الفرائض، ورأس المال به تحصل النجاة. افرض ان انا دخلت تجارة والحمد لله ما جابتش مكسب بس ما خسرتش، نجا رأس المال ولا ما نجاش؟ نعم. يبقى الإنسان إذا أتى بالفرائض وأقام نفسه عليها نجا من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والنفل هو الربح، الربح يعني الزيادة، يعني حصيلة المضاربة بالمال وبه الفوز بالدرجات، يعني الإقامة والقيام بالفرائض ينجيك من عذاب الله، والقيام بالسنن ها يرفعك الله سبحانه وتعالى به في الدرجات. يعني ده بقى للإيه؟ للمزيد. النوافل ديت للمزيد. كم بقي على صلاة المغرب؟ أنا شايفكم تعبانين وأنا كم؟ صوم. بارك الله فيك، وجهك الذي يأتي بالخير. هذا سنطلع كل 10 دقائق بس الجو كويس يعني، صح كده؟ ده كلام من الإمام أبو حامد الغزالي منور. وهو وبه الفوز بالدرجات، يعني وبالنفل تحصل المفازات في الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل، ده حديث قدسي. إذا هو الحديث القدسي؟ قالوا الحديث القدسي في أحد تعريفاته أن يكون الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، غير أنه يختلف عن القرآن في أن القرآن معجز ووصل إلينا بالتواتر، والحديث القدسي ليس كذلك، يعني مش معجز بس قد يصل إلينا بالتواتر. وبعضهم يقول لا والله ده الحديث القدسي معانيه من عند الله سبحانه وتعالى كالحديث النبوي، فيه تعريف كثير، إلا أننا ليس في درس أكاديمي حتى نحرر المعاني ونحرر المصطلحات ونرجح بينها. قال الله عز وجل، ما تقرب إلي المتقربون بمثلي، يعني لم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء مثل ما تقرب إليه بأداء ما افترضه سبحانه وتعالى، بمثل أداء ما افترضته عليهم. يبقى المزايدة ها غير مطلوب، المزايدة هي مزايدة تهلك صاحبها، لا تزايد. فرض الله عليك كذا، ائت بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليك، إن أردت أن تزيد فزد أيضا بما ها نص عليه الشرع الشريف، فإن المنبت لأرض قطع ولا ظهر أبقى، الذي يتشدد في دينه ويطلب الزيادة عما افترض الله سبحانه وتعالى
هو هالي كل نفسه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى أداء الفرائض دوت أفضل شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن تأتي بفرائض الله سبحانه وتعالى بالواجبات. إذا أردت أن يحبك الله فعليك أن تأتي بالسنن والنوافل. يبقى الفرائض هذه للقرب، والنوافل للحب. يبقى النوافل دي للإيه؟ للحب. وما ينفعش النوافل من غير الفرائض. يعني ما يجيش واحد يقول طب أنا عايز الحب بقى مش عايز التقرب، ده يبقى على طول أهبل. يقول لك أنا عايز بس ربنا سبحانه وتعالى يحبني كفاية، صح كده؟ فهعمل النوافل بس. طب والفرائض؟ أنا عايز الحب. طيب لا، يعني في ناس كده، أنا شفت نماذج أتتني في دار الإفتاء مثل هذه العقليات. وحقيقي يعني في إنسان يبحث عن النوافل ويترك الفرائض، يشتغل به يعني المهم ويترك الأهم. كيف هذا؟ مدخل من مداخل الشيطان أن يلهيك عن القيام بالأهم في وقته ويجعلك تنشغل بالمهم. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال هيأذن أذان المغرب، أقرأ قرآن ولا أردد الأذان؟ لا، وقته تشتغل بالأهم وهو ترديد الأذان. يبقى خلي بالك، الأهم له وقته، وينبغي علينا أن نضع كل شيء في موضعه. شوف بقى لما ربنا يحبك هتبقى ايه؟ ده انت هتبقى عبد رباني. يبقى الحب يجعلك عبدا ربانيا. وما معنى وما صفات وما خصال العبد الرباني؟ فإذا أحببته بعد أن أتى بالنوافل مخلصا لي بها، فإذا أحببته يعني إذا أتيت بالنوافل أحبك الله، وبعد أن أحبك الله أعطاك الهدية الكبرى والقيمة العظمى. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا سمعه الذي يسمع به، ده أنت هتلاقي نفسك مع الله. غريب، حال غريبة، أصبح كل كيانك بالله، أصبح كل كيانك مصروف إلى الله. ما هو ده الحب. شفت مجنون ليلى؟ ها؟ مع الفرق الكبير، احنا بس بنضرب مثال لأنه إذا يعني أحببت شيئا وتعلقت به صار لا تفكر ولا تسمع ولا يعني يأتيك في منامك إلا هذا الشيء. ولذلك عندنا المصريين يقول لك إيه؟ الجعان يحلم بسوء العيش، والعطشان يحلم بالقلة. العطشان يحلم بالقلة يعني كوباية مية. أنتوا عارفين القلة المصرية؟ اللي عارفها يرفع إيده. أنت مصري يعني. أنت ابن جاوني ولا لامبورن ولا جاي من الهند زي إخواننا راكن الفيل بره؟ ما تعرفوش القلة المصرية؟ أنا كنت بشرب بيها هنا في المضيفة. شيء كده يعني مستدير من أسفل ويأتي من فوق وله يعني إيه رقبة طويلة. هي دي اسمها القلة. القلة ديت كان يوضع فيها الماء في زمن عدم وجود الثلاجات. هي ثلاجة طبيعية. إلى الآن الناس متعلقون ومرتبطون بها لأنها ترطب الماء. فيقول لك العطشان يحلم بالقلة. يعني لما يسيطر على كيانه وعلى أحاسيسه الميل إلى الشرب وإرادة الماء بقوة، صار يتخيل بعينيه بهذه القلة. والجائع دائما يحلم، يعني يتصور ويتخيل
ان امامه فرن. عارفين الفرن بتاع العيش؟ طب ما انتوا ما بتاكلوش الرز الابيض بس، جماعه بتوع ماليزيا واندونيسيا والجماعه دول بتوع الرز. لا، لما جم مصر كانوا الفول. وطبعا الفول شرط كماله وشرط تمامه الخبز، وفي مكملات اخرى زي البصل، بس ما تاكلوش وتيجوا هنا. اتقوا الله. فشو بقى لما الانسان يحب، يعني يكون محبوبه مسيطر عليه كله، لا يفكر الا فيه. لا يعني على سبيل المثال، الانسان اذا احب انسان تراه عندما ينادي انسان يخطا وينادي هذا الانسان الذي يحبه. اتعلمون هذا من اين اتى؟ اتى من سيطره المحبوب على كيان الحبيب. شيء غريب جدا. فاذا احببته هيحولك بقى. ما هو انت ما يحبكش بدون ما انت ما تحبوش. ازاي يعني؟ امال انت تقربت بالنوافل لماذا؟ تقربت بالنوافل محبه الى الله. فلما احببته احبك، ولما احبك كنت هو هو. ازاي بقى؟ زي ما النبي قال. طب ازاي دي؟ والله فسرها بقى. يعني العباره لا يعني لا تعطي اكثر من هذا. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت ده حاجه يعني لا تسمع الا بالله، لا تسمع الا الله. وبصره الذي يبصر به، لا تبصر الا الله. ولسانه الذي ينطق به، الله الله الله. ايه ده؟ ده حاجه جدا. هو ده العبد الرباني، كل بدنه كل كيانه الله. بس مش حلول ولا اتحاد، سيبك من الكلام ده. لا، الكلام ده احنا الكلام ده مش معناه خالص الحلول والاتحاد. معناه زي ما النبي قال كده، ويده التي يبطش بها. الله، ايه ده؟ ده في حاجه، في حاجه حصلت. ورجله التي يمشي بها. فبعد كده عايزين نعمل ايه؟ ندعي ربنا ان نكون عبادا ربانيين. ابصارنا لا ترى الا اياه، واسماعنا لا تسمع الا اياه، ويدنا لا تبطش الا يعني فيما يرضى سبحانه وتعالى. ويده التي يبطش بها. حاجه جميله والله. خسر وخاب من لم يشعر بهذا. ولن تصل ايها الطالب الى القيام باوامر الله تعالى. طب كيف اصل؟ كيف اقوم بالاوامر وانتهي عن المناهي؟ قال بالمراقبه. مراقبه ايه؟ يعني قلبك ده سلط عليه كاميرا مراقبه، كاميرا للمراقبه، تتبعه في كل حركه وفي كل همسه، لا تتركه يلتفت الى غير الله، يطلب الدنيا ويطلب المال ويطلب النساء ويطلب الشهوات. لن تصل بهذا الا بمراقبه قلبك. الكاميرا تبقى متوجهه على القلب 24 ساعه. فاذا حاد القلب وانت تجلس في غرفه المراقبه نبهت صاحب القلب. عارفين السوبر ماركت، السوبر ماركت الكبير زي مترو كده والحاجات الضخمه الفخمه دي، بيبقوا حاطين فين؟ حاطين فيها كاميرات مراقبه. لو واحد خد علبه وحطها في جيبه بيتكشف. انت اعمل مع قلبك كده. خلي انت حاطط على قلبك كاميرا مراقبه 24 ساعه. التفت عن الله نبهه واقبض عليه وحاسبه، لانك لو لم تفعل هذا في الاخر سيصيبك الخسران.
يعني صاحب بيت السوبر ماركت الكبير ده اللي حاطط كاميرات، لو ترك كل من يدخل يسرق هل سيبقى في محله شيء؟ لا خلاص خسر. قلبك كده بالظبط، على طول يحصل فيه التفاته وتسيبه هيتمادى، ويحصل التفاته اخرى يتمادى، والى الا تجد في قلبك شيئا لله، لان قلبك ده له مساحه، له سعه، زي الهارد في هارد 500 وفي هارد 350، شغلت الهارد مش هتلاقي مكان. التفت قلبك الى الدنيا، التفت قلبك الى النساء، التفت قلبك الى المال، التفت قلبك الى الطعام، التفت قلبك. وعندما ينشغل القلب بكل هذا لا يكون فيه شيء لله. اذا دخلت هذه الاشياء القلب خرج الله سبحانه وتعالى من القلب، واذا خرج من القلب كان القلب بيت خراب ودمار لا تسكن فيه الا الغربان. عارفين الغربان؟ اوعوا ما تكونوش عارفين الغربان، ده انتوا تبقوا حديث عهد بانسانيه. الا بمراقبه قلبك وجوارحك، ها الكاميرا ستسلط على القلب، كاميرا المراقبه الشخصيه، وتسلط على الجوارح، وتسلط الكاميرا ايضا على ايه؟ على جوارحك. في لحظاتك يعني في الاربعه وعشرين ساعه، وانفاسك يعني في كل احوالك، من حين تمسي الى حين تصبح، من اول ما تقوم من النوم تستيقظ من نومك الى ان تنام، وانت تراقب قلبك وتعطيه الاشاره والتنبيه اذا مال لغير الله، وأنت تتابع جوارحك في الموافقة والمخالفة لله سبحانه وتعالى. فاعلم، ها يعني اهتم، أن الله تبارك وتعالى مطلع على ضميرك. طب ده أنا بعمل كده وأنا برقب نفسي، لأن ربنا رقب علي، اللي أنا بحبه رقب علي، فأنا بهيئ نفسي وبنظف قلبي، ويعني عندي إخلاص وحسن مقصد كامل من أجل أن أهيئ نفسي للمولى سبحانه وتعالى. فإذا اطلع على قلبي لم يجد في قلبي إلا هو سبحانه وتعالى، كأنني أنظف قلبي وأهيئ حالي لزيارة ملك الملوك. عندك بقى مثلا يعني اعلم اهل الارض واتقى خلق الله.